نواصل تاني بعد هذا الفاصل. كنا بنتكلم عن الصحة النفسية للمصريين، وقبل ما نفكر في المصريين لازم نفكر برضو في الرئيس اللي جاي ده. اللجنة العليا للانتخابات قالت ان لازم يتكشف عليه نفسيا وعصبيا. طب احنا معانا النهاردة الدكتور العلامة، يعني لما نتكلم عن الصحة النفسية يبقى لازم نقول الدكتور يحيى الرخاوي. مساء الخير يا دكتور. اهلا، ازيك؟ شرف لينا وجود حضرتك معانا هنا في الاستوديو النهارده. والله انا فرحت قوي قبل ما البرنامج لما فكرتني بحكايه انا هنا الان دي. كنا بنتكلم دكتور يحيى، كان من الجمل الشهيره اللي هو كان دايما بيقولها لو حد قلقان نفسيا او حاسس بان في حاجه غلط كان يقول له دايما انا هنا الان، انت موجود دلوقتي. دكتور يحيى. نعم. الصحه النفسيه هل لازم الرئيس القادم يتم الكشف عليها؟ اولا انا متشكر للسؤال، رغم ان انا كتبت فيه ونبهت على استسهال استعمال الاطباء النفسيين اللي هم احنا في غير مجالهم لغير وظيفتهم او مهنتهم. انا قديم، انت عارف يعني، في راجل قديم، في عجوز يعني في السن على الاقل، بس فأنا لا أستطيع أن أحكم على واحد أنه صحيح نفسيا بسهولة. ما عندناش معايير مطلقة لمعرفة من هو الصحيح. يمكن أسهل علي أحكم من هو المريض. واحد ده مش عارف إيه، بيسمع أصوات بقى له، قاعد ساب شغله، قاعد في أوضة ضلمة بقى له 3 أشهر، حاجات واضحة. إنما واحد يجي يقول لي اديني شهادة إن أنا سليم، بيبقى عادة عشان حاجات زوجية، يعني مراته متهمة كذا، هو ما عايز. أقول له هو أنا عندي شهادة إن أنا سليم؟ هو فلان الفلاني، أقول اسم كبير بقى مش هقول دلوقتي، إحنا لسه مستنيين الفرج. فلان الفلاني ده عنده شهادة إن هو سليم؟ يا ابني الإنسان سليم حتى يثبت العكس. أيوه، الإنسان سليم حتى يثبت العكس. ده من حيث المبدأ. لما نيجي نقول على مقاييس الصحة النفسية نلاقيها شديدة الاختلاف، ثم ان هناك مستويات للصحة النفسية. في مستوى اللي هو مشي حالك، الواحد يمشي جنب الحيط من اول ما يتولد لحد ما يموت، دي صحة نفسية. وفي مستوى انا بنسميه مستوى الدفاعي، وفي مستوى البصيري اللي هو عشان يبقى عنده صحة نفسية يبقى متألم. ليه يبقى متألم؟ طبعا يبقى شايف اللي حواليه، متألم هو شبعان، متألم للدعان، في قصور، يبقى متألم. الألم ده يدفعه ان يعيش مش جنب الحيط بقى، يعيش مكافح ومصحصح وواعي ومتلفت لحد ما يموت ويبقى صحيح نفسيا. المستوى الثالث اسمه المستوى الإبداعي. ما يكفيش ان هو لا يمشي جنب الحيط ولا انه يتألم ويبقى مصحصح وماشي، لا، لازم ياخد ألمه ده ويصيغ به نفسه واللي حواليه، بنسميه المستوى. ما يبقاش في صحة نفسية إلا وهو بيعيد تنظيم حياته وحياة من حوله، بدءا بالدائرة الصغيرة إلى أكبر دائرة. أني مستوى هنقيس بيه السيد الرئيس بقى؟ عايزين الرئيس ماشي جنب الحيط، والرئيس موجوع ومندفع علشان وجعه، ولا الرئيس بيعيد؟ ومين اللي يقدر يقيس؟ أنا بقالي 60 سنة، يعني أقل إلا 3 سنين بشتغل في هذه الصنعة. ربنا يديك الصحة. مش مولود بقى. في هذه. من الذي يستطيع أن يجلس مع واحد زي أبو حميد الجميل أو ويقول إن ده صحيح؟ أما يجي واحد ويكون بيسمع أصوات إن هو المهدي المنتظر، ومن الذكاء والوضوح إنه رشح نفسه ويخبي عليا ان هو المهدي المنتظر، حعرف انا منين؟ هتخش جوه نفسه ازاي؟ حعرف انا منين ان هو المهدي المنتظر؟ مش لما استنى لما يحكم ولا ايه المهدي المنتظر، اقول يا اولاد هي الحقوا الراجل ده زي ما عملنا في حياتنا كده. الكلام ده يعني انا حسيت فيه بحسن النيه وثقه شديده في الاطباء، كتر خيرهم، احنا هنستاهل الثقه وكل حاجه، انما بعيد عن الموضوعيه والعلم وامكانيه التطبيق. ازاي انا هيجي واحد عنده الشجاعه والتضحيه والامانه، انا هتكلم على الناس الكويسين، انه يرشح نفسه عشان يحكم 90 مليون مصري بكل هذه الطباع وهذا التاريخ وهذا الالم وهذا الاقتصاد الضعيف. كلمه ضعيف دي جيده استعملها
السيد المشير يعني اقول له انت صحيح ولا مش صحيح باي مقياس؟ طيب الاختبارات النفسيه عايز بس اخلص دي، لا تقيس الصحه النفسيه كما الناس العاديين بيأملوا فيها. هي ممكن تقيس اذا كان عنده اضطراب نفسي او لا، لا يعني إذا يعني إذا كان ممكن انا ابقى عندي اضطراب نفسي واعمل لك اختبار اطلع سليم 100%. يا امال ايه؟ امال ايه؟ اطلع سليم 100%؟ 100% ولا تقدر تعرف حاجه. عندنا كذا هو من الذكاء انه ممكن يخبي على الطبيب. اي امال مش رئيس جمهور؟ مش رئيس؟ صحيح يعني واعد مش هيشتغل على نفسه هو. طيب حضرتك كدكتور يحيى رخاوي، ايه الصفة النفسية اللي ممكن تخوفك من الرئيس القادم او ما تتمناش انها تكون موجودة فيه؟ الكذب والتبعية. اترعب رئيس يكذب عليا، فما بالك اما يكذب على نفسه، يكذب على شعبه، يكذب يكذب الكذب على كل المستويات. والتبعية من اول تبعية لمراته لحد ما تبعية لاوباما. شوف بقى يعني بتابع لمراته وبعدين يتابع لاوباما وما خدش باله او ياخد باله. الكذب والتبعية اخطر صفتين. يا انما يغلط يصحح نتكلم نعدل ننقد نعمل نسبة، انما يكذب يبقى تابع وذليل هيخلي كلنا تابعين يعني ممكن يخلينا كلنا تابعين ويكذب علينا واحنا مش جريانين ونفاجئ بالفلس. صحيح صحيح. كان في البعض كان بيتكلم عن، خلينا نتكلم عن الفترة السابقة شوية، الدكتور محمد مرسي، وان ازاي هذا الرجل حتى نفسيا ما تمش تهيئته لان هو يكون رئيس لمصر. وان أنا الراجل محمد مرسي، لا انا ما احبش اتكلم على واحد. لا لا انا بتكلم، لا انا هتكلم، انا بحط بس هذا انا لا بتكلم على محمد مرسي ولا على حسني مبارك. اولا احتراما لموقفهم انه مش هيقدروا يرد عليا. صحيح. بيني وبينك احنا قاعدين في الاعلام وانا بحمل الاعلام مسؤوليه توازي مسؤوليه الدوله بالظبط، الدوله الرسميه يعني، وانتوا اعلام خاص ومع ذلك له دور شريف في اعانه هذا البلد في هذه المرحله. يكفي كلام في الماضي. صحيح نهائيا. انما انا علشان اتكلم عن المستقبل لازم اشوف ماذا او كيف اخطأت انا في الماضي. يعني على سبيل المثال لما يبقى عندي لعيب كورة، لعيب كورة اهو بلاش الدكتور محمد مرسي، لما يبقى عندي لعيب كورة وما لعبش بقاله فترة طويلة قوي في الملاعب ونازل مرة واحدة في ماتش كاس عالم ما بين مصر والبرازيل مثلا على سبيل المثال في حضور اكتر من 120 الف متفرج وانا واخده من اوضه اللبس ورحت راميه في ارض الملعب، هل ده ممكن يؤدي الاداء السليم اللي انا كمدير فني اطلبه منه ولا لازم اهيئه نفسيا الاول علشان يقدر يؤدي الاداء في الملعب؟ التهيئه النفسيه شيء، انت مش لسه معلمني حكايه انا هنا الان. وعلى فكره قصادها شاطب على كنت سوف لو. يعني كنت سوف ولو، شاطب على كنت وشاطب على سوف وشاطب على لو، وعامل يعني اكس اكس كده، وعامل صح على انا وهنا والان. ده بقى راسمالي في الحياه ويمكن راسمالي في السياسه ويمكن اكل عيشي من الست كلمات دول. فاحنا بنقولنا كان كذا وبعدين سوف كذا، احنا المفروض ان احنا اعقلها وتوكل، مش يعني نحسب مظبوط وبعدين نبتدي نشوف الاداء ونبقى عندنا آلية لتصحيح الأداء. أولا بأول قبل ما تخرب، أولا بأول قبل ما تخرب. عشان بكرة 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 نلاقي الدنيا خربت. فإذا كان سؤالك احنا قلنا متعلق باللي فات، أنا أقول لك فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. كل الناس عارفة اللي فات، ويا عيني الاثنين الرئيس السابق والأسبق لما أخذ، مش عايز استعمل كلمات قاسية وانا بقول مش عايز اقول عليهم، يعني قاموا بالواجب في فضح ما كان انه يخلي الناس يقيموا. قاموا بالواجب يعني طريق يعني كمية الاستهانة
اللي وصلت لدرجة الاحتقار بتاع الرئيس الأسبق ما خباش، قال لك خليهم السلام. كمية اللخبطة والتردد في القرارات والتراجع والسطحية يعني ما خلاش وراه وراء، لأن أي واحد لا طبيب نفسي ولا حاجة ياخد باله إيه هو إيه ده، لا مش كده. أي حد خالص لا وراه طبيب نفسي يكتشف الموضوع ده. أي واحد على فكرة كل العلم، أينشتاين نفسه قال يبدأ من المنطق البسيط، كل العلم يبدأ من المقصد. اوعى حد يجي يقول لك انا عالم ويبقى واصي على فكرك لمجرد كلمة عالم. دلوقتي بيتكلموا عن الاحياء دي جامد خالص، لا تستسلم لعلماء العالم لانه بقوا ارزاقية هم الاخرين. انا بكلمك صراحة، ده موجة جميلة جدا في العالم ويقظة وبتنبه على لعبة الفلوس انها يعني اغارت حتى على عقول العلماء اللي هو ثروة البشرية. العلماء ثروة البشرية النهاردة بقى فيها فصال الحكاية دي. فخلي بالك ان ما نتكلم على اللي فات، كل الناس عارفة اللي فات، عارفة كويس. دلوقتي كان في شوية حاجات مستخبية بس بيوزنهم، يا ترى هي محاسنه كانت اكتر من مساوئه ولا لا. طب حضرتك مع ان يكون الرئيس اللي جاي ده ايا كان هو مين معاه مستشار نفسي ولا ما اعرفش معاه ده في اقتراح ولا ايه؟ لا انا بقول حضرتك، حضرتك شايف ان مهم وجود طبيب نفسي حوالين الرئيس القادم؟ طبعا مع احترام الزملاء وتقديري للاختلاف، لا لا لا. اذا استشار على عينه الراس لاي واحد صغير كبير، الاصغر مني ساعات يعرف اكتر مني، يعني مش ضروري يكون اسم كبير ولا مشهور ولا 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 ان من حقه بل من واجبه أن يستشير من يشاء فيما يشاء، إن شاء الله في أخطر الأمور. يعني ساعات الرئيس يبقى في حاجة محتاجة حدس، يستلهم هذا الحدس من واحد بيصلح كاوتشه وقاعد مستني على ما يخلص، يستلهمه من طبيب نفسي، يستلهمه من مدرس ابتدائي، يستلهمه من ست لابسة ملاية لف وماشية في السلاح. إنما ما يكونش ملازم ليه يعني. لا، انما ان انا احط عليه مستشار نفسي، هو ماله المستشار النفسي يعني؟ وبعدين على فكره في تخصصين من احسن ما يكون، لان اصدقائي يعني كويسين جدا ومتخصصين فيهم، اللي هو علم النفس السياسي وطب النفس السياسي. انا حذر منهم جدا جدا جدا. ليه؟ يعني هو مغري، مغري اغراء شديد جدا. انما المنطق البسيط برضه انا رايي بيغني عنهم، ولعبه السياسه ما فيهاش التفاصيل بتاع علم النفس ولا فيها الاعراض بتاع الطب. حد يستشيره يشير، ويستشيره ايه في سنتيمتر مربع، مش يستشيره في سياسه الدوله، لا يعني ما ازق مش رايح يفاوض مثلا ومش عارف اللي هيفاوضه ده، يجيب السي في بتاع اللي هيفاوضه ويشتغل عليه ويجيب المفاوضات القديمه ويحاول يوصل لها، ده الراجل المسؤول. يجي حته كده مش 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 ماشيه مع بعضيها، من حقه يستشير يقول له طب فسر لي دي ازاي، واحد يقول الكلام ده وبعدين يقول الكلام ده، من حقه يستشير. وهناك من يستطيع المشوره من زملائي ومن اي واحد عنده منطق بسيط. فاما يعني عندنا في بلدنا الفلاحين يعني اما يلاقوا حاجه خارجه عن المألوف يقول لك اها، دي مشوره جامده جدا. لما قريت ان الدواء الامريكاني ده بتاع فيروس سي اللي هو مش موجود الا كفيروس ملوش من غير مضاعفات ما يبقاش مرض، لما لقيتهم انهم هينزلوا ثمنه ل 2%، اذا كانوا بيكسبهم 98 وكسر، فهيرضوا بالكسر. يجي في بلدنا يقول لك والباقي كام يا حبيبي؟ كان عندنا الجماعه اللي بيبيعوا قطن ضاعت منه واحد بينادي على محفظه فبيقول اللي لاقيها حدله 200 جنيه خلاوه، فالخواج قال والباقي كام يا حبيبي؟ فيها كام؟ فما ينزل لي 98% من ثمن الدواء بأمرت ايه؟ على طول يبقى حرامي، وعلى طول ما يبقاش دواء، وعلى طول ما يبقاش عالم. طلع لي دواء ب 100 جنيه يبيعه لي ب 2 جنيه؟ إيه؟ لا بس هي النقطه دي يعني يمكن احنا هنتكلم فيها برضو في الفقره اللي جايه. زي ما انت عايز. هي دواء امريكي، هم عملوا عليه تجارب وعملوا عليه حاجات، فالابحاث دي كلفت بيقولوا كده. يا احمد يا ابن الله يطول عمرك، ما اسهل انك تقول ما يعملوش يا سيدي، ناقص التجارب.
ده معلش مش عايزين نخش. بس المهم هي شركه امريكيه يعني ومصر اما نتكلم فيه. لا طيب. مجرد انه يسمح انه ينزل 8 تجارب. تجارب ايه يا راجل؟ صلي على النبي. انا شايف ان في حاجه ثانيه ورا الموضوع ده. احنا بنتكلم فيه زي ما انت عايز. طيب تمام. نرجع بقى تاني. انما يبقى له مستشار؟ لا لا ما يبقالوش مستشار دائم يعني. طيب لا حضرتك لو في حد حضرتك شايفه بيتكلم من خطابه، هل حضرتك ممكن تميز اذا كان بيقول الحقيقه ما بيقولش الحقيقه؟ البادي لانجوج بتاعته هل هو منفعل ولا غير منفعل؟ الكلام ده كله الطب النفسي بيقدر يحكم عليه ولا لا؟ بلاش الطب النفسي، نبتدي بالشخص العادي. وبعدين العادي اللي هو لا يقرا ولا يكتب. نعم. اللي قال يعني يبص له كده وهو بيتكلم، لا يا شيخ، يبقى حكم عليه. صحيح. حكم عليه. عرف. واحد كلام شبه الجد. كلام شبه الجد. عرفه. عرف. شوف يا اخوي. كلام شبه الجد. اسمع كلامك اصدقك. اشوف عمايلك اتعجب. كل دي تعليقات سياسيه قويه على اي خطاب وعلى اي مخاطب. نيجي لواحد زي حالاتك، اعلامي جميل ومصحصح، وشاف ده وشاف ده وشاف ده وسمع الخطاب، يقدر يقول زي بالظبط وانا طبيب نفسي. الطبيب النفسي ما عندوش قدرات خارقه تتميز لا عند اللي بيقول اها ولا عند الاعلامي المسؤول اللي عايز يقوم بواجبه كما ينبغي. اكتر منه عنده من كتر خبرته هو. وبعدين بيعيبوا علينا ايه؟ ان احنا انتوا قاعدين مع المجانين طول النهار فهتحكموا علينا زي ما بتحكموا على المجانين، وده مش صحيح. انما الحكم حكم يعني. اذا ليس بالضروره ان الطبيب النفسي يحكم حكم اصدق، انما الوعي العام يحكم. الوعي، الوعي مش العام، مش الراي العام. نعم الوعي، الوعي العام مش الراي اللي هو الادراك. يعني احنا برضه في بلدنا، معلش مش عارف المشاهدين يعني من بلدنا ولا تحية البلد كلها. اما نيجي ندفن، من السنة ان تسأل المشيعين ماذا تقولون في هذا. ده الوعي العام. فيقولوا طيب، فيذهب به الله سبحانه وتعالى حيث شهد له الناس. ده الوعي العام. الناس على طول تعرف الراجل ده راجل طيب، الراجل ده بيقول الحق، الراجل ده صادق او لا. ده الوعي العام. صحيح. ففي ناس عاديين بقى، طبيب نفسي او غير طبيب نفسي، يقدر يستلهم الوعي العام ويحترمه. يضيفه الى وعيه الخاص ومعلوماته. وبعدين طبعا الاعلام ربنا يهديه لعب في الوعي العام كتير قوي زياده عن اللزوم. نعم. في بعض المواقف الشخصيه ممكن تخليني احكم على الشخصيه اللي قدامي بطريقه ثانيه. يعني خليني اقول على سبيل المثال، خطاب المشير عبد الفتاح السيسي لما اعلن ان هو هيبتدي ان هو دي اخر مره هيلبس فيها البدله العسكريه، وان هو بينتوي الترشح للانتخابات الرئاسيه. حضرتك قرات هذا المشهد ازاي؟ وشفت انفعالات المشير عبد الفتاح السيسي ازاي؟ هو انا لازم اعترف قدام احمد ابني ان انا قلت الكلام ده بالتفصيل اول امبارح في مكان اعلامي، وما احبش اكرر، انما هقوله باختصار لان المشاهدين هنا غير مشاهدين هناك، لان التكرار بخجل منه خجل شديد يعني. فانا قلت ان بني ادم مصري مش طمعان في الرئاسه، مش حريص عليه، مش حريص عليه، ومتالم لما آل اليه الحال، خصوصا الاقتصاد، خصوصا الفوضى، خصوصا عدم الامن، وبذل وشجاع بما فعل وبما ظهر لي في وجهه أنه يفعل، وأنه عزيز عليه البدلة دي، حتى ناس سلموا عليه أن ليه يكلم الناس بعد ما خرج بقى بالبدلة العسكرية. عزيز عليه من يوم ما كان عنده 17 سنة في مدرسة ثانوية بالطيران لحد النهاردة وهو لابسها. دي عاطفة، عاطفة إنسانية، يلبسها لي اخر مره ويقول انا هو فرحان لبستها عشان مصر وبقلعها عشان مصر، او عشان ما قالش مصر كمان، قال الشعب، من اجل هذا الشعب. فده اللي وصلني وقلته بالتفصيل وباحترام شديد جدا. واظن انك وصلني كمان حاجه جيده خالص ما دام بنختصر، ان صدقته هو بيقول ان انا هسعد لما الشعب ينتخب حد غيري لو كان ده إرادة الشعب وهيفيد الشعب. صدقته. أنا صدقته.
انا صدقته. هيحرص على ايه؟ عمل اللي عليه والزياده، واحنا بنقول له كمل جميلك، فجاي ما يقدرش يتخلى بصراحه. تفرق في ايه لما يقول كلمه الشعب ولما يقول كلمه مصر؟ الشعب حسيت فيها ناس بني ادمين، لحم ودم، الام، بكاء. البنت اللي ماتت امبارح امها، العساكر اللي ماتوا، تحس فيها ده، دول الشعب. مصر حاجه عظيمه جدا في التاريخ، مصر فجر الضمير، مصر مش عارف ايه. انما تقعد تقول مصر 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 وانت ما اديتش واجبك نحوها، ما احترمتش ترابها، ما حمدتش ربنا انك اتخلقت عليها، يعني بقت قلتها احسن. بس مش الشعب يريد، لا، الشعب بتاع الغطاء الشعب يريد حاجه تانية. ما حد يقول الشعب يريد، الشعب يريد زودوها لدرجه ان افتكروا ان الشعب ده ميدان التحرير. لا، الشعب في حاره السكر والليمون، وفي كفر الزيات، وفي عزبة القصيرين، وفي كومومبو، وفي نجع حمادي، وفي كومومبو. ده الشعب. الشعب النهارده وانا بكلمك دلوقتي الساعه 4 ولسه فاضل ساعه، يعني لا اظن العصر ادنى، فاضل ساعه ونص على المغرب ان شاء الله. ماسك الفاس لسه بيعزق النهارده اهوت في كفر هورين. ده الشعب. الحاله النفسيه للشعب، يعني عايز اقول ان الفتره الاخيره يعني ده وده، مش ده وده، لا ما هي دي ما هو ده اللي انا عايز اتكلم عليه. ده وده. هل احنا، هل فعلا الشعب المصري منقسم؟ منقسم؟ كلمه منقسم يعني ايه؟ مش فاهمه. لازم الناس تكون منقسم. وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعرف، شعوبا وقبائل يبقى منقسم لتعرف. دي الخطوه الثانيه. بس يبقى في الاستقطاب الشديد قوي ده. نعم، يبقى في الاستقطاب. مفيش استقطاب، كل الدنيا فيها استقطاب. انجلترا قعدت 20 سنه تحارب ايرلندا ومعرفش ايه، وكاثوليك وبروتستانت وبتاع. الاستقطاب لازم نستحمله ونحترمه ونشتغل جواه، انما ما نرفضوش. ما دام احنا بني ادمين، فينا ابيض واسود، فينا بروتستانتي وكاثوليكي، فينا مسيحي ومسلم، فينا النصيبه اللي حطوها علينا شيعي وسني. دي مصيبه سودا كمان مستورده دي يا احمد يا ابني، دي مصيبه سودا. كل ما اقرا في الجورنال ان ايران هي العدو، وان مش عارف ايه، وان اتجنن، وان ايه مش عارف عملوا ايه عشان يحاربوا دخول السنيين. دول مسلمين، مسلمين وموحدين بالله ونبيهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما حصل يغلطهم يتصلح، ربنا هيحاسبهم. انا مسلمين، استغنى انا عن كذا مليون مسلم عشان امريكا عايزاني احارب السنيين، يحاربوا الشيعه، طلعوا الشيعه على سوريا انها طائفيه وخلاص. طائفيه ايه؟ دي مواسير غاز واتفاقات وبيع بالدولار وحواديت حقيقيه تحتيه. يجي يقول لك لا، ده هم العلويين بيحاربوا السنه، واسرائيل نجيب سيرتها كده على الهامش، بس العدو ايران، يلا نتكتف ضد ايران. هو ايه ده؟ ده لو يعني يقول لك ده بقى اللي يرجع يقول لك اها نرجع تاني الاها. طيب يمكن كان في برضو من ضمن الحاجات اللي المصريين مستنيينها، فانت لما تقول منقسم انا افرح مش ازعل. تفرح ان في حاله الانقسام؟ طبعا مختلف. هنبقى ايه؟ بهايم ورا بعض في صف واحد ليه يعني يا شديد؟ بننقسم. نبقى سنه ونعبد الله ونبينا محمد. ونبينا عيسى برضه، ونبينا موسى، ونبينا ابراهيم. بس انا بتكلم في ان ممكن يبقى الحاله السياسيه اللي في الشارع، انا ده اللي اقصده. يعني في البعض ممكن من اللي موجودين اللي هم بينتموا الى تيارات اخرى زي جماعه الاخوان مثلا على سبيل المثال، بعد كل اللي شافوه من الشارع المصري ورغبه الشارع المصري في ان هم ما يحكموش هذه الدوله، في عناد شديد من طرفهم، ويا نحكمكم يا نموتكم، يا نحكمكم يا نقتلكم، يا نحكمكم يا نمغص عليكم عيشتكم وننزل في مظاهرات في الشارع. دي بقى دي فئه ربنا يهديها ويغفر لمن شاء ان يغفر له، وربنا بيغفر للجميع. ما هياش متكرره يعني. حتى حزب النور له عليه ما قالش الكلام ده، ما قالش انا احكمك انا. فاللي انت بتقول عليها دي فئه حقيقيه، انا لا انكر وجودها لانها خدت
فرصه للتجربه وقالت الكلام اللي انت بتقوله، انما ما عممش. حتى يا عيني مؤيدي الاخوان مش كلهم بيقولوا كده، يعني حتى اللي هم انتموا للاخوان في فتره ما فانتبهوا فخرجوا او ما خرجوش مش كلهم بيقولوا يعني احكمكم الموتكم. لا، وفي شباب كمان في جماعه الاخوان ما عندهمش نفس الاتجاه ده، انما النموذج يعني ده موجود. ما اجي اقول ان الشعب انقسم علشان فئه بتقول الهبل ده، لا، اقول الفئه دي ضلت السبيل، تيجي تموت يبقى في القضاء بس. قضاء، القضاء هو يحكم على من يعني اخطا، يعني دوله قانون. ايوه، 100%. علشان نتكلم عن دوله القانون بقى اللي حضرتك بتشير اليها، احنا معانا زميلتنا دنيا ابراهيم من الاسكندريه، وكان في كتير جدا من الناس كانوا مستنيين محاكمه المتهمين بالقاء الاولاد من فوق الاسطح في الاسكندريه. تسمح حضرتك بس نروح للاسكندريه كده نشوف زميلتنا دنيا ابراهيم، و ايه اخر الاخبار عندك دنيا؟ ده امتى الحادث ده؟ ده لا من زمان، بس من دلوقتي زمان. بس دلوقتي المحكمه المحاكمه الحكم المحكمه يعني. أيوه. معانا زميلتنا دنيا، يا ريت نعرف تفاصيل اكتر. دنيا اتفضلي. مساء الخير يا احمد. النهارده كان النطق بالحكم في القضيه الشهيره بالقاء الصبيه من اعلى اسطح عمارات بيابر. عدد المتهمين 63 متهم، اشهرهم محمود حسن رمضان محاسب باحدى شركات البترول. خليني اقول لك الحكم بعدين اقول لك التفاصيل. ياريت. ان احاله اوراق المتهم الاول والثاني محمود حسن رمضان وعبد الله الاحمدي لفضيله المفتي وباقي المتهمين تاجيل الحكم للجلسه القادمه مع استمرار حبسهم. الحقيقه النهارده كان في تعزيزات امنيه مكثفه جدا خارج وداخل المحكمه، كان في بوابات الكترونيه للتفتيش وقيادات مديريه الامن متواجده في محكمه الجنايات موجودين حتى الان. اول مره يسمح للاعلام بحضور الجلسات النهارده. المتهمين اول ما دخلوا قاعه المحكمه كانوا رافعين المصاحف لاعلى ورافعين علامه رابعه باصابعهم، وكانوا مبتسمين جدا للكاميرات التلفزيونيه وكاميرات الصحافه، وكان في هتافات ضد المشير السيسي. بعد النطق بالحكم المتهمين قالوا الله أكبر الله أكبر، وكان قبل ما كان ينطق بالحكم كانوا بيقروا قرآن في سرهم، كانت مجرد الشفاة بس كانت بتتحرك. وبعد النطق بالحكم قالوا النشيد الإخواني الجهادي المعروف، والحقيقة يعني هما خرجونا بعد القاعة لأن كان في نوع من الضجيج ونوع من الـ الهتافات الشديدة جدا، فهم خرجوا الصحفيين والإعلاميين. طيب، هل أهالي الـ 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 الاطفال او الناس اللي كانت موجوده دي كانوا موجودين داخل قاعه المحكمه ولا لا؟ لا، ما كانش في حد موجود منهم داخل القاعه، ولكن المحامين يعني كان مسموح للحضور بس من المحامين. طيب، والصحافه والاعلام. وقع هذا الحكم في الشارع بقى عندك في اسكندريه دنيا؟ الحقيقه في سمعت زغاريد كتير جدا وانا خارجه من المحكمه، انا لسه موجوده جوه المحكمه بس وانا خارجه من القاعه كان في زغاريد كتير، الناس اللي تعرف واللي ما تعرفش فرحانين جدا بالحكم ده. والمتهم نفسه محمود حسن رمضان كان سعيد جدا، وكان الحي بس انا يعني اخذت له شويه صور كده بس ما كنتش سامعه من كتر الهتافات، مش عارفه هو بيقول ايه بالظبط، ولكنه كان سعيد وكان بيكبر وكان بيقول الله اكبر، وكان سعيد جدا بالحكم اللي هو اخده، وكلهم كانوا مبتسمين، ما فيش حد منهم متضايق خالص باي حكم سمعوه. تمام، انا بشكرك جدا الزميله دنيا ابراهيم على هذه المداخله. يعني هنا دلوقتي دكتور يحيى، لما حد ياخد ولا ايه الحكم حصل ايه؟ الحكم عليهم كان اتنين اللي هم اللي كانوا المتسببين الرئيسيين في مقتل الاولاد وتم يعني تصويرهم، اللي هو محمود حسن رمضان وعبد الله الاحمدي، دول احيل اوراقهم الى المفتي. أيوة. وباقي المتهمين تم تأجيل النطق بالحكم للغد. بس هنا دلوقتي الاثنين دول قعدوا يقولوا الله أكبر الله أكبر وكانوا مبسوطين بالحكم، حضرتك شايف ده ازاي؟ هو ليها شوية ملاحظات من بصفة عامة يعني على الموقف، سواء الاثنين دول أو الخمسمية بتوع المنيا. 500 أنا الأول ما دام بنعمل دولة، وطول عمرها كده على فكرة من أيام سقراط ما كان بيتحاكم، يعني إن نحترم القانون حتى لو أخطأ 100%، عندنا درجات للقانون، حتى اللي اتحال على المفتي دول لهم حق النقد، حتى الخمسمية لهم حق النقد. آن الأوان ألا نسمع ولا نسمح في قاعة المحكمة بأي احتجاجات أيا كانت. آن الأوان أن لا نسمح للميدان أن يحاكم أحد ولا أن يعلق على حكم القانون.
آن الأوان ألا نصدر أحكام تلقائية نتيجة لعواطف. إذا كنت عايز تبقى عواطف ومستعجل ومش عارف إيه تعمل محكمة ثورة وأنا ضدها. ومع ذلك لو عملت محكمة ثورة وحكمت 10,000 وقتلت 5,000 بالإعدام منهم 1,000 بريء برضو يبقى قانون. ما عملتش يبقى المحاكم العادية وتقعد ساكت، الإعلام يقعد ساكت، الشارع يقعد ساكت، قاعة المحكمة تقعد ساكت وننتظر الدرجات. لنفرض إن الدرجة الأولى ظلمت والتانية ظلمت والنقض ظلم، في ربنا مش هيظلم. إلى أن يتم هذا لن يكون هناك احترام للقانون. والإعلام قايم بدور الحقيقة مش واخد باله أبدا باللي بيعمله في هذه المؤسسة العظيمة. احنا بشر، والطبيب بيخطئ زي ما انت عارف، والقاضي بيخطئ لانه بشر. يعني الرسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاه يحكم قال يا خلي بالك اللي بحكم لا يكون احدكم ألسن من اخيه، ألحن من اخيه، يعني له حق زي المحامين بتوعنا اليومين دول. وحكمت له بما ليس له فلقد حلمته حكمت له بجمرة من النار. رسول الله لانه قبلها على نفسه، رسول الله يحكم لان واحد اتكلم صحيح لانه كان ألسن من اخيه، يعني بيتكلم احسن، عارف يعرض نفسه. ده بقى قيم الاسلام. صحيح، دي قيم القانون. النهارده ما بفرحش اطلاقا عشان اعرف ان ده المتهم يقول الله اكبر، يعني هيروح للشهاده، يعني يروح هو انا اللي هوديه الجنه؟ ما ربنا. طب ما هو ممكن يكون العكس، لان كان في تصريحات قبل كده المحمود ده ان هو كان بيطالب المحكمة بان هي تعدمه، يعني كان في البعض كان بيقول ان هو كان عايز يعني الحكم. ما في بيطالب تكفيرا لذنب هو عمله، نعم، برضه ربنا هو الغفور الرحيم في النهاية. وفي بيطالب منظرة علشان يبقى شهيد، واحنا اللي كفر يبقى القاضي هو اللي كافر هو اللي شهيد، فدي موجودة ودي موجودة ومش عايز اظلمه. صحيح، فما نخشش لجوه نفوس الناس لان ما نقدرش نحكم على نفوس الناس. يكون فعلا اعترف بذنبه، نعم، فبيعايز يكفر عنه عشان يقابل ربه وهو طيب الفكر الايديولوجي بقى يا دكتور، يعني البعض شايف في مثلا دلوقتي شباب موجودين داخل السجون المصريه، في اعتقد وزاره التضامن الاجتماعي كانت عايزه تعمل لجنه من اطباء نفسيين ان هم يروحوا برضو لل ماليش دعوه. ماشي 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 ومش عايز بعدها ها يعني ده بجد. فكان مفروض هيعملوا لجنة من الأطباء نفسيين علشان يروحوا للسجون المصرية عشان يعيدوا تأهيل مرة تانية المساجين اللي موجودين داخل السجون علشان يقدروا يرجعوا تاني داخل المنظومة الوطنية ويبقوا مواطنين عاديين في المجتمع المصري. حضرتك شايف المبادرة دي ازاي؟ برضو أنا بشكر أولا أي واحد من زملائي يتطوع في هذا العمل الجيد. وعلى فكرة أنا لما باجي أقابلك ومبارح وأول بيبقى في ذهني هذه الرسالة، إن أنا عايز أوصل كلمتين للناس دول من خلالكم. عايز أوصل كلمتين، إنما إن أنا أروح نعم وأعمل دروس وأعمل وعر وهم عندهم جاهزين بمنظومة زي ما أنت ابتديت تقول إيديولوجي جامدة وثابتة وصلبة، محتاجة واحد مش بس عارف طب نفسي، مش بس نعم. عارف النفس الإنسانية، يبقى عارف ربنا نعم وعارف لغتهم وعارف يعني ايه ان ربنا بيحاسب، وعارف يعني ايه ان الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، ويعني ايه يوصل للنساء دول مش انهم يبطلوا ده، ان قبل ما ينام يحاسب ربنا، وان ما يحاسب ربنا ما يحاسبوش بنص بشري مكتوب لا الا القرآن الكريم، يحاسبوا بما يعرفوا عن حب ربنا للناس وحب الناس لربنا وحب هو للناس. لازم الناس اللي يروحهم يكونوا مؤهلين ايمانيا، حتى مش هقول دينيا، ايمانيا وعلميا وثقافيا. اللي اقوله للمصري غير اللي اقوله للخواجه، واللي اقوله في السجن غير اللي اقوله في الميدان، واللي اقوله في الاعلام هنا غير اللي اكتبه وانشره في الجورنال. ان لم يوجد هذه الفئه من المصححين يبقى خايف خالص خالص، مع كل احترامي لكل الجهد اللي يبذل، ان المساله تبقى نصح وارشاد. وهي دي نقطة، انما تبقاش نصح وارشاد. طيب احنا كان معانا من قبل حضرتك ما تخش علينا دكتور يحيى، كان في اتصال هاتفي من احد المواطنين وكان هو عنده نسبة عجز 5% وكان بيسأل لي اين فرص الشباب في بورسعيد، ف
كنت انا ساعتها طالبت السيد معالي محافظ بورسعيد ان هو يخش معانا على الهواء علشان نشوف هل في فعلا فرص شباب لبورسعيد ولا لا. بيتكلم عن هيئه قناه السويس ان العاملين بس هم اللي من حقهم ان هم يورثوا العمل لابنائهم وان ما فيش فرص عمل خالص. فتسمح لي يا دكتور يحيى، بس انا معايا دلوقتي على الهاتف معالي محافظ بورسعيد. مساء الخير يا فندم. سياده اللواء السماح عنديل، اهلا بك فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني يمكن كان هو هذا هو التساؤل اللي تساءله مواطن مصري في بورسعيد يا فندم، اتفضل. هو انا الحقيقه يعني استمعت للي كان قاله المواطن وانا بحييه الحقيقه على انه بيطلب حقه، ده حقه. لكن الحقيقه اللي انا يعني بعلق عليه انه اتهامات جوزفيه يعني دي شويه كانت زياده، انه احنا بذلنا موجود في هذا الموضوع. وهو هذا الشخص او هذا الرجل بنفسه كان عندي في بورسعيد، هو والاخوه ذو الاحتياجات الخاصه. تمام. ذو الاحتياجات الخاصه فندم بورسعيد كان ليها 835 فرصه عمل، وفق خلال الفتره الاخيره بواسطه الجهاز المركزي للتنظيم والاداره على حوالي 500 وشويه، متبقينا 315 فرصه عمل لذو الاحتياجات الخاصه. وتسمح لي اقول اللفظ ده يبقى اظرف من لفظ المعوقين. طبعا هم جولي وتعاملوا معايا عدد من المرات وكانوا عندي في المكتب، وانا الحقيقه بعت جوابات باسمي مع مناديب منهم للسيده رئيس السيده جامعه عبد الرحمن رئيس جهاز تنظيم الاداره واستقبلتهم. لكن لحضرتك يبقى معلوم انه الوظيفه الحكوميه لازم ليها درجه من التنظيم والاداره يصرف عليها مرتب. تمام. اذا لازم موافقه التنظيم والاداره عشان يصرف عليها مرتب، ما لم يكن ده او ده يبقى ما فيش. موضوع الناس ذو الاحتياجات الخاصه تعيناتهم ليست من بورسعيد ولكنها من وزاره الماليه بالتنسيق مع. طيب بالنسبه للحاله اللي اتكلمنا يا فندم، يعني هتقدروا تعملوا معاه ايه؟ هقول لحضرتك على العكس. يعني مناسبة او مصادفة، احنا النهاردة عندنا بورسعيد ملتقى توظيف للشباب، وده لسه خالص دلوقتي حالا، وده بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة و الهيئة العامة الهيئة العامة العمرية. الحقيقة ده بيوفر حوالي 4500 فرصة عمل. 4500 فرصة عمل؟ فرصة عمل، بس عشان ابقى واضح، هذه ال 4500 فرصة عمل ليست وظائف حكومية. لكنها احنا نسقنا فيها مع المدير، مع رجال الاعمال، مع المصانع، مع المؤسسات بمطالبهم. ممكن فرصة العمل متراوحة ما بين رجل امن الى عامل، الى عامل جودة، الى عامل مراقبة، الى فني، الى كهربائي. ال 4500 فرصة عمل دول النهاردة طرحهم في بورسعيد في ملتقى التوظيف، وتقدم لهم حوالي 3000 وشوية. الشركات حضر منها مناديب وخدوا هذه الاوراق بتاعت هؤلاء الشباب لبحثها والتاكد منها، ثم سيتم التنسيق مع الشباب المقبولين طبقا لشروطهم ومواصفاتهم. ده دي حاجه ثانيه اتعملت النهارده. الحاجه الثالثه بقول لحضرتك ان احنا الحمد لله انجزنا استعداد لاقامه دوره في الاكاديميه البحريه في بورسعيد للتنسيق على التدريب على الاعمال اللوجستيه والنقل البحري، بحيث لما يستكمل مشروع تنميه قناه السويس يبقى انا عندي شباب جاهزين للعمل، ما يتقالوش بقى روح اتدرب وروح اعمل. بالظبط. احنا بنرمي حتى خطوه. بالظبط ان شاء الله. بس اللي كان موجود النهارده لو تقدم في ملتقى التوظيف اللي كان موجود اكيد كان حاجه فرصه. اللي بين رايي كمان انه الشباب ذو الاحتياجات الخاصه في كثير من الحالات بيتواجد. يا ريت يا فندم، يبقى لهم الاولويه. يعني يا ريت يبقى لهم. والله احنا ده طبقا لقانون الدوله لل 5% اللي بتوفرها الدوله دي تبقى كده اولويه. احنا كمان بنوفر لهم اضافي في ملتقيات زي اللي عملناها النهارده، قالوا له الحق انه يتقدم بورقه، وان شاء الله نحاول نجيب له فرصه عمل مع زمايله اللي تقدموا واللي بلغ عددهم النهارده حوالي 3200 شاب. ان شاء الله. انا بشكرك جدا معالي المحافظ بورسعيد السيده اللواء سماح انديل على هذه المداخله. يعني بشكرك جدا على سرعه الاستجابه بصراحه، وعلى ان حضرتك ايضا رديت، وان حضرتك تعرف هذا الشخص بنفسك وقعدت معاه، وحضرتك اشرت دلوقتي الى هذه الامور. واتمنى ان هو برضه يتوجه الى ديوان عام المحافظه، وان ان شاء الله ينول من حضرتك يعني كل الدعم. انا بشكر حضرتك جدا سياده اللواء سماح انديل على هذه المداخله. كان لازم يعني ده دورنا كاعلام ان احنا يعني نوصل صوت الناس. ماشي بس حاجه مالهاش دعوه بيا انا. لا مالهاش دعوه يعني المره دي براءه. لا يطلع الحق عليا. لا المره دي براءه. طيب ازاي اقدر الاعلام بقى دوره ايه في ان هو شوف بقى حضرتك ان هو يخاطب الناس بطريقه يخلي كده في حاله هدوء في الشارع. ليه يخلي في حاله غليان موجه، يخلي في حاله جديه، يخلي في حاله مسؤوليه، يحدد هدف. ليه هدوء؟ ايه هدوء والسكينه وبتاع والكلام ده؟ حضرتك عايز عمل، حضرتك عايز عمل يا اخي. حتى الدين
الجماعة بتوع النفس المطمئنة دول، وأنا دايما بكرر الحكاية دي، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب يجيك عند النفس المطمئنة يقف ويقول لك هدوء، طب وادخلي في عبادي نعمل فيها ايه؟ على فكرة مش مع عبادي، في عبادي، نعم، لان في حاجة اسمها الوعي الجمعي. لما بنبقى شعب بحق وحقيقة او في العلاج الجمعي اللي انا بعمله بطلع حتة من الوعي بتاعي، وانت تطلع حتة من الوعي بتاعك، وده يطلع حتة من الوعي بتاعه، يعمل وعي جماعي، نعمل وعي جماعي. انا بدخل في الوعي ده، ادخلي في عبادي يعني اشراقة لا مثيل له، وبعدين ادخلي جنتي. تيجي بقى تسوق الهدوء اللي انت بتقول عليه ده، النفس المطمئنة، النفس المطمئنة، النفس المطمئنة، النفس المطمئنة. يا جدع كمل، هتخش الجنة. هتخش الجنة بعد ما تخش في عباده، يعني ادخلي في عبادي وادخلي. ليه ما بنهتمش بهذه الفطرة الرائعة اللي ربنا كرم بها البني آدم عشان نبقى جماعة، عشان نبقى وعي عام، عشان نبقى الإنسان يا أحمد يا ابني مهدد بالانقراض أكتر من أي نوع الآن؟ يا طبعا. ليه؟ لأن الذي يديره لا ينتمي إلى الوعي العام عبر العالم، عبر العالم كله، عبر العالم. الذي يديره شوية فلوس وشوية أنانية وشوية سلاح، والفلوس مرتبطة بشوية دواء على شوية جاز على شوية مصادر طاقة على شوية استغلال اقتصادي. بكلمك صراحة دول كلهم ضد البقاء. الإعلام بقى مستويين، إعلام رسمي وإعلام الدول الغلبانة زي حالتنا، وفي إعلام لا مركزي اللي هو الإعلام التلقائي بتاع التواصل الاجتماعي عبر العالم. وأنا عندي أمل فيه لا حدود له إن حيوزن العملية، لأن أما الزبد فيذهب جفاء. الإعلام بقى اللي هو بيفضل الحاجة الصح، بيفضل الحاجة الصح، يقعد يفرز 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 ويفضل الحاجة الصح، أنا عندي أمل فيه، وعندي أمل إن الإعلام الخاصة زي هنا تساهم في هذا بالجدية، مش بالرشوة، مش بزغزغة العواطف، مش برشوة المحتاجين، مش إن أنا أجيب حالة مش عارف إيه بتاع وأقول له شوف يا حرام وبعدين لا 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 أتاجر بيهم، يعني لا تتاجر صحيح. ولا وبعدين انتوا بتقوموا في الشوك زي ده، زي حساسيات المعالي المحافظ محافظ السعيد، بتقوموا بدور جيد في المشاكل الفرديه، جيد جدا يعني، بس لا ينبغي ان ده يحل، لازم كل مشكله فرديه تنقلب الى قاعده عامه. صحيح. والقاعده العامه تسري على اللي اشتكى واللي زيه واللي ما اشتكاش، لان مش معنى ان ده قدر يوصل لنا احنا هنا في البرنامج كده ان هو يبقى له حق او انه ياخد وساطه من قبل يعني البرنامج. روح يا ابني اديني صلحت لها مشكلك انت، واللي انا بقول لام عيان لما صحيح. تيجي اقول لها ادعي له، تقول لي اعمل ايه؟ اقول لها ما تبوسهوش قوي كده، ادعي له بس انا هعلمك دعوه امي. روح يا ابني ربنا يشفيك انت واللي زيك. تقول لي طب حاضر، ما انا بقول لك. اقول لها لا ما حصلش، مش باين على وشك. تقول لي ليه؟ اقول لها ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل الدعوه بدل ما ينزلها لابنك ينزلها لعده ملايين. صحيح. لان زي ابنك عده ملايين. صحيح. وادعيها باخلاص. ويمكن ده اللي اشار اليه برضه سياده المحافظ معالي لما قال احنا جبنا 4500 فرصه عمل في 3000 واحد، يعني في 1500 فرصه عمل. هذا يكون دور الاعلام. صحيح. يحل المشكله الفرديه ياخد منها قاعده ويعممها. صحيح. المشكله ويبقى على الكل، ويبقى على الكل ويعممها. وهنا يحصل حكايه العداله الاجتماعيه، ويحصل حكايه التوازن الاجتماعي. انا بقيت حساس يا اخي على العداله الاجتماعيه دي. العداله عداله اجتماعيه وقانونيه وبوليسيه وقناه السواسيه وكل حاجه، يعني العداله عداله ما فيهاش اي هز. حلو حكايه بوليسيه دي، ما نتكلم فيها شويه. يعني العدل سبحانه وتعالى اسمه العدل. صحيح. وانتبهت من نسوش العادل؟ لا، هو العدل، هو العدل. صحيح. شوف قد ايه اما ربنا اسمه العدل، هي دي العدالة. حضرتك شايف العدالة البوليسية في الشارع المصري ازاي دلوقتي؟ وحشة وحشة. عندنا شلل، وعندنا عائلات، وعندنا فئات زي ما انت كنت تقول بتوع قناة السويس بيروحوا، واولاد القضاة بيروحوا القضاة، وعاملين يعني تشريع لهذا
أرجو هم أحرار. أنا ما أحب القضاء أصلي يعني دي المؤسسة اللي تأثر. ومع ذلك أنا أظن إن أجلا أو عالجا أنا حيراجعوا هذا الاستثناء، حيراجعوا هذا الاستثناء اللي هو مقنن زي ولاد الدكاترة وولاد بتوع كلية الطب، أنا يخشوا كلية الطب وبعدين يبقوا أساتذة هكذا. دي مش عدالة مهما كان، مش عدالة، لا مش عدالة، مش عدالة، مش عدالة. وكل ما ارتقينا كل ما الحاجات دي مش مرة واحدة، الحاجات دي هتقل هتقل هتقل، ومش هتقل بهتافات الشوارع ولا بإني أنصف مظلوم فرد. بعض أو البعض بيتهم الشعوب العربية إن موضوع الديمقراطية ده مش لايق عليها. إن شاء الله ما لاقي يا أخي. إيه الديمقراطية دي؟ الديمقراطية لا تقيس إلا قشرة المخ، قشرة المخ، لا بتقيس بقاء ولا بتقيس استغلال اقتصادي ولا بتقيس عمق الوعي العام ولا بتقيس مستقبل ولا بتقيس علاقتنا بربنا. ومع ذلك أنا مضطر لها، عشان الأستاذ نجيب محفوظ علمني إن أنا اضطر لها، وأنا كتبت مقالة دمقر بالديمقراطية حتى تأتيك الحرية، عشان عندنا ما في بلدنا يقول لك تجمز بالجميز حتى يأتيك التين. فالديمقراطية هو اضطرار لحظي وليس مبدأ نزيه ولا مقدس ولا دائم. بس احنا كشعوب عربية دي ده مخنا، هي دي تكويننا، احنا مضطرين لان ما فيش حاجة غيرها غير الحكم الشمولي. احنا بنختار بين الشمولي والديمقراطية. لا، في جاي حكم احسن، حكم حرية حقيقية يقيس مستويات مختلفة ويقيس الوعي العام مش بس الرأي العام، ويمنع اللعب في المخ، وتبقى حرية حقيقية، ويبقى علاقة بربنا وحقوق الله مش بس حقوق الإنسان المكتوبة. احنا عندنا جبنا دين جديد، دين جديد، الديمقراطية مستوردة، حقوق الإنسان مستوردة. احنا عندنا حقوق الإنسان في الفلاحين وفي علاقتنا بربنا مش مكتوبة إنما مية مية. عندنا بنك النقوط، بنك الجمعيات قايم بالبلد كده، محتاج عامل جمعية وبس أقبض الأول، حاضر، من غير ولا قرش ربا. صحيح، أجي أخلف، والالتزام التزام شفهي، مفيش حاجة مكتوبة. الست تخلف، النقوط، النقوط ده أنا عليا من أيام ابن فلان كذا، شوف عليا يكون فات 4 سنين، القرش يتغير تروح مزودة ومدياه، يجي ما تحملش هم لا الدكتور ولا اللي راح ولا اللي جاي. ده تكافل اجتماعي، تكافل وحلول ذاتية قوية جدا، زي حلول بتاع الإنسان اللي بنستولدها وأكتر، وعيب وما يصحش وما قلش قوي، يعني مش الأخلاق باظت وبتاع، لسه موجود. طب هل المجتمعات هنا دي بقى نقطة مهمة قوي حضرتك بتشير إليها، يعني حضرتك بتقول لسه موجود ما قلتش قوي، إيه السبب في إن المجتمع الريفي ما بقاش ريفي قوي؟ هل بينظروا للمدن دائما إن هي ال تزعلش مني يا أحمد، البركة في ساعات. ليه أنا مالي؟ التلفزيون بوظه والله، التلفزيون بوظه والله العظيم. ليه؟ بدل ما يقعدوا يتكلموا كده زي ما وقبل ما يخلص في التلفزيون الست تيجي تحكي لي، يقول لي يا أخويا قبل ما يخلص البرنامج كوم جنبي. التلفزيون بوظه، ما بقاش الناس تتكلم مع بعض. ده انا ساعات اكتب لواحد ومراته يلعب معاها كوتشينه مره في الاسبوع، 3 فرات الفقر 10 واختها وتطبيقها، والتلفزيون مطفي. لو لعب معاها كوتشينه والتلفزيون مولع مش هيركز، مش هتبقى خناقه. ودي ضمن الروجيتا يا دكتور. اه والله. وبعدين بيجي يقول له مين اللي غلب؟ من انت ولا هي؟ اه تقعدوا تضحكوا وتصالحوا. سبحان الله، دي من ضمن الروجيتا يا دكتور حاج، يعني والله سبحان الله. طيب يوم الجمعه، يوم الجمعه مال. كان زمان الناس واخده اليوم ده يوم جميل اسري، ما كانوش واخدين بالهم ان في اخوان ترحم. دلوقتي يوم الجمعه بقى فيها ساعه، ساعه مش ساعه نحس، بقى فيها ساعه قتل. مش امبارح الجمعه؟ اه مش البنت الحلوه دي ماتت امبارح؟ عندي حفيده عندها 4 6 سنين اظن، 5 سنين، احبها خالص، تعرف ربنا. قالت لي يا جدي وانا لما اكبر هجيب عيال؟ قلت لها اه. بعدين راحت وجت قالت لي يا جدي وانا خايفه لما اكبر يكون العيال اللي عند ربنا خلصوا.
وشها جميل جدا وبحبها خالص، هي مش موجودة دلوقتي قريبة مني. لما شفت البنت المرحومة داليا امبارح شبه حفيدتي، اتصورت ان دي حفيدتي وحصل لها. لا يوم الجمعة، لا يوم الجمعة اصبح في ساعة اكل مش ساعة نحس. انا مش عارف كنت هتسأل انت ايه على يوم الجمعة. لا كفاية بقى لما يكون هو مين، كفاية بقى. صحيح انا بقول لهم عيب، عيب امام الله اللي بتعملوه ده، عيب امام الله. يبقى صلاة الجمعة مرتبطة بقتل ودم، والبوليس البوليس البوليس عيب. البوليس هيروح يطلب يضرب واحد في بيتهم؟ هو بيطلب اللي نازلين يقربوا. الله يرحمها ويحسن اليها. هل يا دكتور ممكن في يوم من الايام نرجع تاني؟ اه غصبا عن حبة عين ابوهم، عن حبة عين الشيطان، وغصبا عن حبة عين اوباما، وغصبا عن حبة اي حد بينسينا اسرائيل ويحودنا على ايران. ايران مش عدو، اسرائيل هي العدو. كفاية بقى تهريج. انا قعدت اقرا النهارده في بتاع القمه ده، قرارات القمه دي، خفت لا تسالني، ما كنتش عارف انك انت، فقلت اذاكر شويه قبل ما اجي. لقيته موضوع انشا لا معنى له، لا مؤاخذه طبعا مع كل احترامي لان الرئيس كان هناك وقال كلمتين كويسين، انما لقيته انه ما زالنا قرارات الدوليه والقرارات. انا عايز بكره سوق عربي مشترك، عايز بكره نسحب الاموال من البنوك الصهيونيه عبر العالم. انا خايف اقول اليهوديه يقول لي ضد مش عارف ايه والكلام الهبل بتاعهم. بكره يبقى في مؤتمر قمه. عايز بكره جميع المسلمين يعرفوا ان في دوله مسلمه عندها قنبله ذريه. اللي هي ايران. لا باكستان. باكستان عندها اوريدي قنبله ذريه. نسيناها ونسينا ان احنا ديننا مسلمين، ونسينا ان ايران مسلمه بقت شيعه، وكان الشيعه دي مثلا العم من الصهاينه. ونسينا ان الهند العظيمه اللي قربت على تبقى عددها زي الصين اقتصادها كده وديمقراطيه، الصين اقتصادها كده ومش ديمقراطيه. نسينا ده كله وعمالين نقول كلام انشا. قريته والله كلمه كلمه عشان خاطرك، خفت منك داخل امتحان. طب ما نتكلم عنه شويه. في الموقف العربي كان حاسم برضه الى حد ما مع دوله عربيه اخرى شقيقه، قطر. ما كانش حاسم قوي بيني وبينك، كان زي اكل الزبيب كده. ليه؟ اولا الثلاث دول اللي عملوها عملوه، اما في المؤتمر ما كانش حاسم. لما يطلع البيان يقول ان تلتزم كل الدول اللي موجوده في المجلس او هذه الجماعه العربيه بالتزام بالمواثيق العربيه المشتركه، يعني بنتكلم في تسليم المطلوبين من يعني مصر من حقها انها تطلب قطر في المطلوبين عندها اللي موجودين مستخبين عندها. في مستويين، المستوى القانوني اذا كان القانون يلزمها فيلزمها وعلى محكمه العدل الدوليه، او نعمل مثلا كان طلع قرارين اتنين، محكمة العرب العربية، محكمة القومية العربية، وجميع المشاكل تروح له بما فيه مشكلة سوريا. بأي حق جامعة الدول العربية تقول ان الناس اللي هم عاملين تخريب ده والقاعدة وبتاعي هم دول يمثلوا سوريا؟ لا، نعمل محكمة وده يقدم اولاء وده يقدم اولاء، وزي محكمة العدل الدولية نرجع نعمل المحكمة سوق، نعمل السوق، نجيب فلوسنا من بره ونعمل محكمة. انما نقعد نخطب قصاد بعض ونطلع مواضيع انشا ونقول حسب قرار الامم المتحدة، حسب قرار الامم المتحدة، واخينا عمال يعمل شغل في المسجد الاقصى ويبني لي مستوطنات، واحنا نضرب تعظيم سلام ونقول ايران العدو. يفتح الله، يفتح الله. تقدر تحلل لي موقف القطري؟ القطري زي الزفت، ما يتحللش والله، ما يتحلل. دول عندهم شعور بالنقص. انا حشرته في حاجه ما هي سياسيه قوي، كنت مسؤول لمده طويله، مش عايز اقولها في الهواء معلش، كنت مسؤول عن حاجه اسمها الشهاده العربيه
الزمالة العربية أعلى شهادة في الطب عندنا، مسؤول امتحانات. فلقيت دي عمالين يجيبوا لي حلقات من أمريكا برضو، يا ولادي بقى هنجيب كمان السلاح من أمريكا والحلقات. لقيتني جايبين حالة للأولاد العرب، ولاد العرب إيه بلاك ليدي مش عارف إيه 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 بلاك ليدي، إحنا عندنا بنقول بلاك ليدي برضو يعني مرأة سوداء، هناك يقولوا كده في الحلقات. يا جماعة دي شهادة الزمالة العربية، اعملوا معروف نجيب حالات من عندنا. قالوا اه والله الله نور. فجبنا حالات مصرية باللغة المصرية، وحالة بلغة سورية عشان المنطقة، وحالة بلغة خليجية. فابتدينا بالحالة المصرية عشان كل الأفلام بالمصري والمسلسلات بالمصري وبتاع. بصيت لقيت قطر بعتالي انذار بشعور بالنقص شديد جدا، ان ازاي تجيب، عشان ابتدينا بالمصري، ازاي تجيب حاله بتشتكي بتقول انا عندي صداع مش عارفه مالي، مغمومه غم ازلي، كلام المصري، ازاي تجيب بقى حاله باللغه المصريه، مجرد الشكوى بس مش بقيه الحاله، ولا اجيبها بالامريكاني ولا اجيبهاش بالمصري. فشعور بالنقص شديد على جميع المستويات. رحت مستقيم. سبب الشعور بالنقص ده ايه يا دكتور؟ لا حاجات كتيرة خالص خالص خالص، شعور عميق خالص خالص. الفلوس، لما يكون عندك فلوس كتير قوي كده اشعر بالنقص طبعا. وبعدين ما تثريش وجودك، تقعد تشتري الكورة، تشتري مش عارف المتاع العالمي كاس العالم، وتشتري امريكا، وتشتري الحكام، وتشتري، والاخر ما تلاقيش حد، الشريف ما بيتباعش، فهتشتري الخونة. يعني هم بيشتروا من اللي موجود في السوق، واي واحد يقبل فلوسهم هيبقى مش شريف. صحيح. فخلاص هم السوق هو اللي حكم كده. طب دكتور يحيى انا يعني فشعروا بالنقص، قعدوا يدفعوا وما عملوش حاجه. ما يقدروش بقى بعد ده كله برضه انا قطر. انا في النهايه عايز حضرتك توجه كلمه لكل الساده المشاهدين. عايز حضرتك تطمنهم، وعايز حضرتك تدينا كده لمحة عن الشخصية المصرية، طبيعتها بتبقى عاملة ازاي وقت الأزمات. يعني رغم اللي حصل في الثلاث سنين وفي الثلاثين سنة والثلاثين سنة، هم ثلاثة، ما زالت مصر هي مصر، ما زال الخواجات بيعلموني اللي بيجوا يسيبوا بلدهم ويعيشوا هنا، يا ستي سايبة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وجايه تعملي ايه هنا؟ تقول لك لا، انتوا فيكوا حاجه. فيكوا حاجه. مصر الحاجه دي لسه موجوده، لا الثوره 25 قدرت تقضي عليها، ولا 30 قدر يصحيها من، موجوده طول الوقت، وايام بتاع مبارك موجوده، وايام عبد الناصر. ايه هي الحاجه دي؟ هي ملهاش اسم قوي. انما في حاجه حلوه زي الغنوه ما بتقول، ده صحيح فيها حاجه حلوه. يعني كان عندكم يا اخي في النايل تي في يقول لك اند واتس مور ذا ايجيبشن، يعني فيها كذا كذا والاثار والاقصر بتاع، والاكثر المصري. المصري المصري حتى بره تلاقي حواليه هاله من التاريخ، من العراقه، من الطيبه الحقيقيه، من الاهتمام بالغير. يعني يروح حد يقع تبص تلاقي احنا قاعدين، كنت مع ناس كده في فرنسا نعمل رحلات من 20 دولة، يعني 40 واحد، ما حد، تلاقي المصري نط شيله، الباقيين قاعدين يعني مش اقل يعني بس احنا عندنا حتة الجدعانة دي. جدعانة. فهتلاقي لسه طيب، لسه جدع، لسه جريتفول، لسه ممتن. بس ما تدورش على الجماعه اللي بتشوفهم بيزقلوا طوب وبتاع دول، لا دور على اللي قاعد على راس الغيط بيدش بصل عشان مش لاقي غاموس غيرها. صحيح. ده المصري. فانا بقول مصر هي مصر وهنعدي بالسلامه، بس نشتغل طول الوقت طول الوقت ونعبد الله كاننا نراه. بشكرك جدا دكتور يحيى رخاوي على وجود حضرتك معانا، كان شرف ليا بجد وجود حضرتك. الله يبارك فيك. شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور، يعني من تقدم لتقدم ومن اصدار لاصدار، بشكرك دكتور، شكرا. كان ده لقائنا مع الدكتور يحيى رخاوي. الدكتور يحيى رخاوي سال تساؤل مهم جدا 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 في وسط الحلقه، وكان بيتكلم عن فيروس سي وعن الدواء الامريكاني اللي كان ب 98,000 دولار وبقى ب 2,000 دولار، هل ده معقول؟ ده اللي هنعرفه من
الأستاذ الدكتور محمود المتاني رائد زراعة الأعضاء والكبد في مصر ومدير مركز زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس، هو وفريق الطبي بتاعه اللي عملوا عملية من نوع جديد، عملية تعالج الكبد ومرضى الكبد، بعد هذا الفاصل.